السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء متابعي قناة المعرفة، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجموعة حلقات شرح تطبيقات الأندرويد. النهاردة الحلقة عن تطبيق زارتشيفر لفك ضغط الملفات المضغوطة على الموبايل الأندرويد. كلنا لما بنحمل بعض الملفات أو الصور من على جوجل درايف أو صور جوجل أو بنحمل برنامج أو لعبة بنلاقيها في ملف مضغوط ومش بنعرف نستخدمها. النهاردة ومع التطبيق ده هنحل المشكلة دي. يلا بينا مع الشرح. أول حاجة بنعملها بندخل على جوجل بلاي، وبنكتب في البحث بتاعه فك الضغط. كلمة فك الضغط هتدخلنا على برامج فك الضغط اللي موجودة هناك. هو في أول نتائج البحث موجود لأنه هو من أكتر التطبيقات اللي بتتحمل. بنضغط على تثبيت. المساحة بتاعته 4 ميجا بايت، مساحة صغيرة جدا. هو كده خلاص حمل. بنطلع منه وبنروح نشوفه نزل على الموبايل، العلامة بتاعته الخضرة دي. بنضغط عليه وبنضغط على ملف داونلود او اي ملف ونعمل له ضغط. بنعمل ضغط للملف اللي احنا هنضغط عليه. الاول بنعمل سماح للدخول لبطاقة الذاكرة، كده هو شاف البطاقة وشاف وحدة التخزين داخلها. هنا بنضغط على داونلود وهنعمل له ضغط، بنعمله ملف مضغوط. وممكن كمان نعمل له كلمة مرور بحيث ان هو يبقى متشفر. نضغط على حسنا وبيبتدي يضغط كل الملفات اللي فيه. الملف ده هيبقى موجود عندي في الملفات بتاعتي ملف مضغوط، ممكن ان انا احتفظ به او ارسله لحد او استخدمه في اي استخدام تاني. طيب النوع التاني من الامكانيات اللي في البرنامج انه يفك ضغط ملف مضغوط. كده دخلنا على ملف مضغوط من التنزيلات وبنضغط عليه وبنعمل له استخراج هنا. طبعا لان انا مستخرجه قبل كده فبيقول لي استبدال لان هو شايف نفس الاسم. شايفين حضراتكم العلامة بتاعت التحميل الخط الاخضر اللي بيظهر ده، كده تم فك الضغط. كده الملف اللي كان مضغوط ده اتفك الضغط بتاعه. الملف ده كان فيه كتاب بي دي اف وصورة لعمر صاحبي احد اصدقاء. هنشوف كده، هندخل على الجهاز وندخل على ملف داونلود ونشوف. شوف تيك اوت درايف، ادي الكتاب البي دي اف، تحمل. فتحناه بمنتهى السهولة ودي صورة عمرو صديقي وهو كان لسه جاي من بره. بكده يبقى التطبيق اتحمل. ارجو ان الشرح يكون افادكم. بشكركم على حسن المتابعة والدعم الكبير. كان معكم حسين جميل من قناة المعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.